بنسمع عن مصطلح اسمه مقاومة الأنسولين، بقى منتشر كتير وبقى ليه أسباب كتير وله آثار جانبية وليه أعراض، منها أنه ممكن يسبب سكر، ومنها اللي ليه علاقة بالسمنة. النهاردة هنعرف كمان أكتر أسبابه إيه وإزاي بتكون طرق علاجه. خلونا نتكلم أكتر مع الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والتجميل بجامعة عين شمس. دكتور أحمد أهلا بيك اهلا ومنورين. بحضرتك، اهلا بيك. مصطلح دايما بنسمعه بس مش بنفهم يعني إيه مقاومة الأنسولين، هو عبارة عن إيه؟ أسمع إن هو ليه تحاليل بيبين هل هو ليه علاقة بالسمنة ولا لأ. هو الحقيقة كلمة مقاومة الأنسولين الناس بدأت تكتشف إن هي منتشرة جدا. كان الناس بتعتبرها يعني حاجة تريد كده مش مهمة، لكن بدأ مع التطور وبقى الناس تكتشف إن مقاومة الأنسولين حاجة لها علاقة بالسكر، لها علاقة بالضغط، لها لا علاقة صحيح، بحاجة اسمها الميتابوليك سيندروم إكس أو المتلازمة الأيضية، اللي هي للأسف في العصر الحديث أشهر أسباب الوفاة في تاريخ المرض اللي موجود دلوقتي، لأنها مرتبطة بسايكل من أمراض كتير، والعلم ما كانش اكتشف ارتباطهم في بعض حتى الآونة الأخيرة، وللأسف كلهم مرتبطين بحاجة اسمها السمنة. ونرجع نقول هو من هنا بتبدأ إن السمنة فعلا هي أم الأمراض، صحيح. وهي سبب الأمراض اللي احنا بنسميها أمراض العصر الحديث، السكر والضغط، الكوليسترول، حاجات كتير بقى، مشاكل الكلى يطلع منها، قصور الدورة الدموية للمخ للقلب، للأسف كلها بتبدأ من سايكل ومرتبطة ببعضها. ببساطة مقاومة الإنسولين معناها إن الجسم ما بيحسش بالإنسولين اللي بيطلع من البنكرياس، وده بسبب بعض الإنزيمات والهرمونات اللي بتيجي على المستقبلات بتاعت الخلايا اللي المفروض الانسولين بيبعت لها يوصل لها يدخل الجلوكوز جوه الخليه. في مستقبل على الخليه بيستقبل الانسولين، في حاجه بتقف حائل قصاد الانسولين تخليه ما توصلش. ببساطه هي دي اسمها مقاومه الانسولين. الحاجه دي جت منين؟ هو ده الدور بتاعنا بقى. ايه اللي يخليني اتفادى مقاومه الانسولين؟ ازاي اعالجها؟ ازاي اتخلص منها نهائيا؟ للاسف معظم وعلاقتها ايه بالسمنة؟ يعني ليه هو مرتبط دايما بموضوع السمنة؟ ما هو بقى المشكله ان حديثا بداوا يكتشفوا ان الخلايا الدهنيه بيسموها غدد صماء دلوقتي. يعني ايه غدد صماء؟ يعني بتفرز هرمونات، منهم هرمون اسمه الادبونكتين. الهرمون ده بيجي عند الخلايا بتاعت الجسم ويعمل البلوك ده، يمنع وصول الانسولين للمستقبل بتاعه عشان يشتغل ويدخل الجلوكوز جوه الخليه فيتحرق ويدي الطاقه. لا، الجلوكوز يفضل بره في الدم فيعلى فيديني الهايبر جلايسيميا او السكر، ويبقى الناس معتقده ان السكر ده جه عشان المريض ده البنكرياس بتاعه ضعيف، ودي الحقيقه اللي ثبت عكسها علميا، ان السكر النوع الثاني اشهر انواع السكر المنتشر بين الناس غير سكر الاطفال، سببه الحقيقي هو الانسولين ريزيستنس، وان البنكرياس بيعمل بكفاءه، بل بالعكس بيضاعف كفاءته عشان يحاول يشوف ايه المشكله، هو ليه مش قادر يوصل للخلايا فيضاعف كفاءته، فتلاقي البنكرياس بيشتغل اضعاف كفاءته. بعد كده مع طول الوقت يبتدي يضعف بقى. لكن معظم انواع عشان ما بيبقى في السكر الفتره دي ما بيحصلش تدخل، مش كده؟ عشان احنا بالظبط ما خدناش اكشن ولحقناه قبل ما نوصل لان البنكرياس يبقى اكزهوستد او ضعف، بسبب انه عنده مقاومه هو بيحاول يتغلب عليها ومش قادر لوحده، مع اننا ارهق. ارهق تماما وبدا يفقد قوته لانه اشتغل فتره طويله بضعف كفاءته. طيب احنا لو بدانا وعرفنا الموضوع من البدايه وحصل تدخل، هل بنلحق الحكايه؟ طبعا يعني طبعا بيبقى في علاج؟ علاج وقضاء على المشكله من الاصل. مقاومة الإنسولين أقدر أعالجها بأدوية حديثة تقلل المقاومة. هل بيبقى حسب درجة إحنا وصلنا لحد أكيد فين؟ هي درجات واستجابات، يعني في حد يستجيب لدواء بسيط، في حد لأ أنا عايز كورس طويل شوية، في حد بيحتاج يعمل عملية من إحدى عمليات السمنة أو إجراءات السمنة،
بهدف القضاء على مقاومة الانسولين والتخلص من السكر او منع السكر لو لسه ما جاش، والتخلص من ما يسمى بالمتلازمة الايضية اكس. والناس بتستغرب طب هو ايه علاقة العمليات بحاجة اسمها مقاومة الانسولين؟ ما احنا طالما فهمنا هي جات منين، هي جات من السمنة وجات من هرمونات بتطلع من الخلايا الدهنية. عايز اقول لحضرتك عمليات السمنة بتقضي على مقاومة الانسولين بسرعة فوق ما تتصوري. جالي مكالمة أو مسج بالتحديد بعد الحلقة بتاعتنا اللي فاتت، فالناس بتسألني بتقولي إن الدكتور قال إنه الكبسولة بتضيع السكر، فهل الكبسولة بتضيع السكر ولا عمليات التكميم خلينا نقول ولا الاتنين؟ الأدوية ممكن تضيع السكر، ما هو لو حد عنده سمنة الكبسولة ممكن تضيع، العمليات تضيع، بس هي درجات واستجابات. بمعنى حد لسه السكر عنده مقاومة انسولين والسكر لسه بادئ، أدوية خفيفة ممكن تضيع له المشكلة. ولو خس 15-20 كيلو سواء بالدايت أو رياضة أو بالكبسولة المبرمجة السكر هيروح. بس ده احنا بنقول حاجات مؤقتة أو معتمدة على الحفاظ على النتيجة دي. يعني أنا خسيت 20 كيلو، ضيعت الخلايا الدهنية، ما بقاش فيه الأدمونكتين، مقاومة الإنسولين نزلت، البنكرياس بقى كويس، السكر بقى تمام، ما فيش، ماشي. طب رجعت اتخنت، ممكن ألاقي نفس المشكلة ظهرت تاني. ميزة العمليات بقى هي القضاء بقى على، مش مجرد أن أنا بضيعه مؤقتا ويرد عليا تاني، لا، أنا بعمل خلاص حاجة بيرمننت. يعني التحويل المصغر للمعدة لما اتعمل سنة 97 واتعمل عليه دراسات، لقوا انه بيطلع هرمون اسمه GLP-1 انالوج. الهرمون ده موجود في الجسم بس ما كانوش شايفينه. لما زاد 20 ضعف بالعملية، 20 ضعف اكتشفوه، بدأوا يشوفوه الهرمون ده بيضيع مقاومة الانسولين خالص. بياخد بيروح كده ياخد الادمونكتين، هرمون اللي طالع من الغدد من الخلايا الدهنية، وياخده على جنب ويسيب الريسبتور المستقبل للانسولين. عشان كده الناس لقت السكر بيختفي تماما، ده لسه ما خسش، يعني الموضوع مش سمنه، لا، ده في نتيجه حدثت فعليا فوريه ادت الى ان المريض دخل بعد العمليه مع عنده سكر وبياخد انسولين وبياخد ادويه، خرج من غير الكلام ده خالص تماماً. فبداوا يدوروا طب هي الموضوع مش تخسيس، طب ليه ما حصلش ده مع التكميم؟ فبداوا يبحثوا ايه التغير القوي اللي حصل جوه الجسم، فبدأوا يفهموا الكيمياء. وعشان كده الأدوية اللي طلعت في 2010 و2011 اللي هي بتعالج السمنة والسكر اعتمدت على النقطة دي. كل الأدوية دي من أول بقى الساكسندا والمونجارو وأدوية كتير قوي، مش لازم نقول أسماءها كلها، كلها بدأت تشتغل على هرمون الجي ال بي 1. عشان كده هي اسمها جي ال بي 1 انالوجز، اسمها كده. المشكلة ان الناس بتقعد تجري ورا الادوية دي وهي مش موجودة في مصر، في حين ان في انواع منها الشركة منزلها مصر وهي من نفس الشركة ونفس المادة الفعالة واقراص واوفر بكتير. يعني احنا بنقعد ندور على الاغلى اللي مش موجود عشان اعتقدنا ان هو ده اللي بيجيب نتيجة بالظبط كده، في حين ان في ادوية حديثة جدا بتؤدي الغرض ومن نفس السورس وبنفس القوة وأقراص، ولا هاخد حقن ولا هي غالية قوي ولا فلا، في حلول بأدوية، في حلول بالنزول البسيط من الوزن زي الكبسولة المبرمجة، في حلول دائمة للقضاء على هذه المشاكل زي العمليات. وعايز أقول لحضرتك العمليات أصبحت من البساطة اللي بيها بقى لما أجي أوزن، هو أنا أعمل عملية عشان عندي مقاومة إنسولين وعندي 20 كيلو، آه إيه المشكلة؟ ده انت بتتخلص من امراض عصر العمر كله، والعمليات بقت سهله وبسيطه وامنه وفعاله جدا. هو ما شاء الله بقى في حلول تقريبا لكل حاجه. خلونا نروح نشوف حاله ضمن حالات دكتور احمد سكي ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. اسمي خالد محمد الفضالي، سني 55 سنه، وزني كان 100 كيلو قبل العمليه. بعد العمليه وزني 73 كيلو، وزني المثالي. طبعا ما كان وزني 100 كيلو كنت بعاني معاناة كبيرة جدا في اختيار اللبسي، في مظهري، كانت معاناة كبيرة جدا. بالإضافة كنت مريض سكر، يعني بالإضافة لوزن زيادة كان عندي سكر. طبعا بعد قرار العملية
اختلفت حياتي يعني، نزلت الوزن المثالي والسكر الحمد لله. طبعا كانت معاناة كبيرة جدا في حياتي بسبب الحاجتين دول، الوزن والمرض. طبعا كان أمنية حياتي ان انا الاقي حل لمعاناتي دي تروح، سواء كان في وزني او في مرضي. والحمد لله يعني بعد فترة من ان انا ابحث، الحمد لله توصلت للدكتور احمد السكري من خلال اعلاناته، برامجه في التلفزيون، وتواصلت معاه وخدت القرار ان انا اعمل عملية تحويل مسار، ودي كانت افضل عملية بالنسبة لي. واصبح وزني من 100 كيلو ل 73 كيلو اللي هو الوزن المثالي. فالحمد لله من 6 سنين للان الحمد لله السكر انتهى تماما بعد اسبوع من اجراء العملية. انتهى السكر، ضغط، الوزن، وصلت الوزن المثالي. طبعا ليه كان مردود كبير على حياتي بالنسبة لشغلي وحياتي الشخصية، لبسي تغير، حياتي تغيرت بنسبة 180 درجة عن الوضع السابق في حياتي. كل 3 شهور أو 6 شهور كنت بعمل تحاليل خاصة بالفيتامينات، طبعا ده الحمد لله كلها مظبوطة. ده بيتعارض مع في بعض الناس يقول لك اللي بياخد فيتامينات طول عمره، طبعا الكلام ده مش صحيح. أنا خدت فيتامينات في المرحلة الأولانية من العملية حوالي 3 شهور ل6 شهور. بعد 6 شهور أنا لليوم يعني 6 سنين أو 5 سنين ونص ما خدتش فيتامينات نهائيا. الحمد لله بناء على التحاليلات السنوية اللي أنا بعملها كل الأمور تمام الحمد لله. بالنسبة لموضوع الأكل، الموضوع طبيعي جدا، ما فيش أي مشاكل فيه نهائي، بتاكل اللي نفسك فيه، عملية هضم طبيعية، مفيش أي أعراض بالنسبة بعد الأكل، مشاكل في الهضم أو من الكلام اللي بنسمعه من الناس إن الجسم ما بيستفادش بأي أكل، لا، الإنسان الجسم بيستفاد بكل شيء بيأكله. ولكن هي طبيعة العملية الحمد لله يعني بتنظم حياة الإنسان بالنسبة بيستفاد كم من الأكل اللي بيأكله، ما بيستفادش إيه. فالعملية اي اشاعة بتطلع على كلام غير الواقع، لا، انا مثال حي امامكم يعني ان الحمد لله. انا بدعو من خلال برنامج اي شخص يعاني من مرض السكر او سمنة ما يترددش في اتخاذ قرار اجراء العملية. من اكتر الحاجات اللي بتفرق لاي حد داخل يعمل العملية، الفيتامين هيبقى اخباره ايه، الاكل هيبقى انا بستفيد منه ولا ما بستفيدش، الحالات القيء اللي بتحصل ده هيحصل ولا مش هيحصل، دي كلها تساؤلات وحاجات بتقلق اي حد داخل العمليه. احنا الحمد لله وصلنا دلوقتي في هذه العمليات ان الشخص بعد العمليه بياخد نظام تدريجي اول شهر، وبعد كده بيعيش حياته طبيعي جدا جدا جدا، يعني بياكل كل الاكلات بالكميات اللي هو عايزها، ولا بنحدد له مواعيد ولا انواع، ولا بنعمل له اي درجه من الكنترول. ده في التكميم وفي تحويل في الاثنين، بس في التكميم بنقول له لا، الحلويات والسكريات ممكن تزودك في المستقبل فيقلل منها شويه. التحويل لا، عمليه هي مش محتاجه ولا متابعه ولا اقول له اعمل كذا ولا ما تعملش كذا. الفيتامينز وصلنا اننا بناخد فيتامين 6 شهور فقط، والفيتامينز دلوقتي باودر بطعم فانيلا ومش عارف كابوتشينو وستروبري وطعمه كانها بتشرب عصير مره واحده في اليوم. ما بقاش بقى ولا ولا مثلا حقن ولا باخد ادويه وجرعات وكلام زي كده. عايز اقول لحضرتك الشخص ده التحويل يا دكتور، ده الميني باي باس بقى الطريقه الحديثه. احنا ما بنعملش تحويل المسار القديم دلوقتي خالص، احنا بنعمل حاجه اسمها الميني باي باس، عازل جزء من المعده اللي فيه بقى الهرمونات اللي بتعمل المقاومه للانسولين والمشاكل بتاع الضغط والكوليسترول وهرمون الليبتين اللي بيعمل الضغط وكل امراض العصر الحمد لله المريض بيتخلص منها، وتوصيله من المعده والامعاء اللي بتمنع كمان امتصاص السكريات، عشان مهما لخبط ياخد راحته بقى، ياكل كذا ما تاكلش كذا. اولا بياكل كميه احسن من التكميم، ثانيا حتى لو لخبط في اي انواع وحلويات ما بيرجعش يتخن تاني، ما بيحصلش مشكله، وضمن ان هو غسل جسمه من كل الامراض اللي موجوده. الحقيقه العمليه كل 6 شهور يطلع تقرير عالمي من مؤسسة عالمية وخبراء عالميين يبين قد إيه الفوائد اللي بنكتشفها يوم بعد يوم. وعشان كده بنشوف التجربة الحية، المرضى حالتهم الصحية ممتازة وفوق الممتازة، كأنه رجع
شاب من اول وجديد. صحيح، هي بتفرق جامد جدا. نورتني يا دكتور، شكرا بشكر جزيلا حضرتك لحضرتك. واشوفك شكرا، على خير ان شاء الله. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كان لي عمر اشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله. سلام عليكم.